حضرات السادة وسيدات وفي قناة الوطنية، عسلامة ومرحبا بكم. أكيد البعض منكم يتذكر مليح أمي تراكي نسملاح أمي تراكي ومحل شاهد والحاج كلوف وغيرها وغيرها من الأعمال التلفزية اللي قدمناها لكم في بداية التلفزة. إذن هذه الأعمال والإنجازات عمرنا ما نجمو ننساوها، خليت بصمات في ذكرتنا وما ننساوش كذلك أصحابها. وبمناسبة العيد التلفزة الوطنية، التلفزة السنة تحتفل بعيدها 50، هو حدث كبير ياسر لينا وليكم أنتم كذلك، نعيد عليكم بث مجمل هذه البرامج اللي أدخلت الضحكة والبهجة في البيوت التونسية. ونعود بكم الآن إلى الحنين ونقترح عليكم هذه البرامج، وكذلك نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر
وأعرض عن المشركين. كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فسوف يعلمون. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.